التنزيل ديال البرنامج ديال التزويد ديال الماء اللي كنتقدم سيدنا الله ينصرو. واليوم كنشوفوا بانه كاين توقيع ديال واحد الاتفاقيات اللي كتهم الجديده وكتهم اسفي الاقليم ديال الجديده واقليم اسفي اللي غادي تعطيهم الماء يعني الصالح للشرب عن طريق تحليه ديال المياه. وهذا التنزيل يعني باش المكتب الشرعي فوسفات هو اللي كتعرفوا كنقدم امام سيدنا يعني هذا المشروع. واليوم غادي اعطينا الاتفاق الكتابي وكذلك اتفقوا على يعني لي كونديسيون على كيفاش غادي يستغلوا في المستقبل. فهذا شيء جد ايجابي في ظروف استعجاليه. هذا الشيء تقريبا خدا اقل من 10 ديال الشهور لانه يعني كتعرفوا حنا في واحد السنوات اللي هي صعبه ديال الجفاف، واللي الحمد لله جات حلول اللي هي كبيره لهذه المناطق المستقبل. وشكرا لكم.